مساء الخير، عاجل اندلاع مظاهرات في تونس الآن. كتب محمد: منذ قليل في تونس مظاهرات بذكرى اغتيال شكرى بالعيد انتقادا للوضع السياسي والاجتماعي. وردد المتظاهرون في تونس شعارات منهضة لحركة النهضة ولزعيمها راشد الغنوشي. وكانت هيئة الدفاع التونسية عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرامي قد أعلنت العام الماضي أن القضاء وجه الاتهام رسميا إلى مصطفى غزرق في جريمة اغتيال تهمة الاتهام. وأوضح الهيئة أنه بالوثائق تبين وجود علاقة مباشرة بين مصطفى غزرق المتهم في ملف الجهاد السري ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، متهما وكيل الجمهورية بشير العقرمي بإخفاء تفاصيل قانونية للتستر على غنوشي. وأضافت هيئة الدفاع التونسية أن المحكمة التحقيق قررت سحب الملف من المحكمة الابتدائية بتونس وإحالته إلى محكمة أريانا قائلا: انتهت اللعبة وتعطل دور العقرمي في حماية الغنوشي. شكرا لكم، وسوف نبديكم دائما أول بأول بكل ما هو يحدث في تونس. والسلام عليكم جميعا، وربنا يجعل البلاد كلها العربية.